السلام عليكم، مرحبا بكم معنا فيديو جديد على قناه كوكتيل شانيل. اليوم ان شاء الله غادي نقدم لكم واحد الفيديو فيه واحد الحل اللي خلصني من النمل، لان كتعرفوا دابا جميع البيوت المغربيه كيكثر عليهم النمل في هذه الفتره هذه. هو النمل تيتبع الحلاوه صراحه، ولكن الناس بزاف كتجرب بزاف ديال الطرق وما كتنجحش معاهم. فانا بحثت شي شويه، كان عندي شويه ديال النمل كيجيني من الشرجم ديال الكوزينه، وبحثت عليهم لقيت ثلاثه ديال الحلول، بقيت كنجرب واحد بواحد. التجربه الثانيه هي اللي صدقت معايا. فالتجربه الاولى كنت لقيت بان هذا بيكربونات الصودا كينفع، فدرته في البلاصه اللي كيكون فيها النمل. الصراحه ما قداليش عليه، بقى النمل كما هو. فبالنسبه لبيكربونات الصودا البنات الصراحه ما نفعنيش نهائيا، ولو بزاف اخوات ديال كينفع انا ما نفعنيش، واخا حطيته ما يعني ما النمل بقى هو هو. الحل الثاني اللي لقيته البنات واللي الصراحه لقيت عليه راحه، لان باش نديرو انايا النهار الاول اللي هو الفلفله السودانيه، هذه الفلفله الحمراء الحاره كتمشيو للبلاصه هذا الخط فين كيكون جيكم النمل، يعني ماشي البلاصه فين مجموع عليكم النمل، بالعكس كتمشيو للبلاصه اللي جيكم منها النمل، يعني داك الخط كتبعوه وكتمشيو للبلاصه ملي كيجي وكديروا واحد الخط من هذه الفلفله هذه حاره. درت خط واحد بقى تما في الشرجم ديال الكوزينه، خليته تما. الغد ليه كنلقى جوج ديال النملات هما اللي بقاو كيدوروا لي النهار كامل. الغد ليه ما زدتش، يعني ما زدتش الكميه ديال السودانيه، خليت غير ديك السودانيه اللي في الخط ديال الشرجم خليتها. النهار الثالث يعني النهار الثالث ما لقيت حتى شي نمله الصراحه. دابا هذه اسبوع ما رجعليش النمل نهائيا، يعني باش ندير الحل الاول ديال البيكربونات وبقى لي النمل كما هو، درت هذا الحل الثاني ديال الفلفله الحاره. الصراحه ايفيكاس، جربوها البنات وردوا عليا، راه غتهنيكم النمل. ودابا راني غسلت الشرجم ورجعت عاود درت واحد شويه من هذه الفلفله الحاره وخليته تما، زعما نشوف واش مازال يرجع لي واش ما يرجعش. ما رجعليش النمل نهائيا، تهنيت منه في يومين. والحل الثالث اللي سمعت عليه حتى هو القرفه. القرفه ما وصلليش الوقت باش نجربها، لان صافي تهنيت من النمل. فهادو هما الحلول اللي بحثت عليهم، والحل اللي هو كان يعني ايفيكاس هو الفلفله الحاره. كنتمنى ان شاء الله تجربوه وينفعكم. صافي كما قلت لكم البنات، تبعوا الطريقه ديالكم ديال الفلفله الحاره، يعني ديروها في السرجم ديالكم وغادي تفكروني غتهناو من النمل بصفه نهائيه. كنتمنى ان شاء الله هذا الفيديو ينفعكم، نشوفكم فيديو جديد. السلام عليكم.